أهلا ومرحبا بكم في دورة تعلم فلاتر. وبعد ما شفنا عملية تكوين التطبيق بتاعنا الستوب ووتش واللي اتعلمنا فيه كتير جدا من الأشياء زي التكست فورم فيلد والفورم وازاي إن أنا أتعامل معاهم، كمان ازاي أتعامل مع الفاليديت والكلام ده كله، وبالتالي عرفنا كمان مفهوم النافيجيتور وازاي إن أنا أهندل النافيجيتور، بالإضافة كمان لعملية استقبال البيانات اللي هتبعتها من خلال النافيجيتور. وبالتالي كمان اتعلمنا ازاي اهندل اللوجيك وافهم اللوجيك اللي انا محتاجه اطبقه بالنسبه للتطبيق اللي هو بنقول عليه الفانكشناليتي او الوظيفه بتاعت التطبيق اصلا في الاساس. وبالتالي تعالى كده انا هندل كل حاجه بالنسبه بقى للتطبيق بتاعنا علشان زي ما قلت لك يكون البرفورمانس كويس. وبالتالي لو رحنا بالنسبه لللوجن سكرين فالاقي ان انا مستخدم مجموعه من الكنترولر، مجموعة الكنترولر دول اقدر ان انا اهندلهم علشان التطبيق بتاعي الكنترولرز دي ما تشتغلش بالنسبة للباك جراوند في التطبيق بتاعي، وده بيخلي البرفورمانس عالي. وبالتالي تعال نهندلهم من خلال الديسبوز ميثود. فبالتالي زي ما شرحنا بالنسبة لللايف تايم الخاص او اللايف سايكل الخاص بالستيتفول ويدجت، فالاقي ان انا عندي ميثود اسمها الديسبوز، وبالتالي هستخدم الميثود دي في حال عملية النافيجيت اللي هي البوش ريبليسمنت نيم. وبالتالي انا محتاج لي قتل كل الكنترولر او ان انا اعمل لها ديسبوز بالنسبة للتو كنترولر دول، لان خلاص ما عادش في حاجة ليهم. وبالتالي من خلال الديسبوز فاقدر ان انا اقول له اول ما تعمل نافيجيت بالنسبة لي سكرين تانية فانا محتاجك توقف لي كل الكنترولر دول او تقتلهم. وبالتالي هلاقي من خلال النيم كنترولر ده فاقدر ان انا اقول له دوت، وزي ما وصلت للتكست فاقدر ان انا اوصل لميثود اسمها الديسبوز علشان ان انا اوقف عمل الكنترولرز بتاعتي. وبالتالي بنفس الكلام برضو نبدا ان احنا نهندل الايميل كنترولر بالشكل ده، وهقول له دوت ديسبوز بالشكل ده. وبالتالي كده يكون الكنترولر ده خلاص تم ايقاف عمله من خلال الديسبوز ميثود اللي هي موجوده في اللايف سايكل الخاص بالسكرين بتاعتي. وبالتالي كده هندلنا اللي هو النيم كنترولر والايميل كنترولر. تعالى بعد كده نروح على الستوب ووتش سكرين، وبالتالي من خلال الستوب ووتش تعالى كده نقفل كل العناصر اللي عندي، وتعالى نشوف ايه اللي انا محتاجه هنا بالنسبه للسكرين دي. فبالتالي هلاقي ان انا معرف مجموعه من المتغيرات اللي اوريدي بستخدمها في خلال التطبيق، وبالتالي من خلال التايمر عندي تايمر اهو بالشكل ده، وكمان عندي سكرول كنترولر بالشكل ده. وبالتالي التايمر ده هفترض مثلا ان التطبيق بتاعي او المستخدم وهو شغال بالنسبه للتطبيق وضغط على زرار الستارت فالتايمر سابه شغال، وبعد كده قام رايح نقل للتطبيق او عمل له كيل، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل كيل بالنسبه للتايمر ده او ان انا اكنسله. وكمان بالنسبه للسكرول كنترولر فاي كنترولر عندي لازم ان انا اهندله، وبالتالي كل ده بيتهندل من خلال الديسبوز ميثود بالشكل ده. فاقول له الديسبوز بالنسبه لللايف سايكل الخاص بالستيتفول ويدجت، وبالتالي ابدا ان انا من خلال التايمر اللي عندي بالشكل ده فاقول له دوت، وبعد كده هوصل للميثود بتاعتي اللي هي الكنسل بالشكل ده. وكمان هبدا ان انا اقول له ان هو مش نالبل بالشكل ده. وبالتالي بعد كده من خلال السكرول كنترولر كمان هعمل له ديسبوز بالشكل ده. وبالتالي كده اكون انا هندل كل الحاجات اللي انا مستخدمها بالنسبه للتطبيق بتاعي. وبالتالي كده انتهينا بشكل اساسي وبشكل فعلي، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا التطبيق ده وتقدروا ان انتوا تستخدموه في كتير جدا من الاشياء وتبنوا عليه افكار مختلفة. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ ندخل في مجال جديد او في حاجة جديدة بالنسبة للفلاتر، الا وهي الستيت مانجمنت، وازاي ان انا اهندل كل الستيتس اللي هي البيانات اللي عندي بالنسبة للتطبيق واخليها تكون متاحة لاي سكرين انا بتعامل معاها.